عبید صاحب عبید مختار صاحب کو آپ تلاوت قرآن رحمان سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمانے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط سيروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله.